السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب أولى إعدادي، هنبدأ نحل بقى المحافظات، ومعانا محافظة القاهرة بيج نمبر 102. هنحل الدايلوج على طول، وإن شاء الله يا رب تستفيدوا كده وتركزوا معانا ونبقى سبب في إفادتكم إن شاء الله. أحمد asks عمرو about his favorite type of music. أحمد بيسأل عمرو عن الموسيقى المفضلة عنده. Hi أحمد, how are you today? كيف حالك النهاردة؟ يقول له fine thanks. سأل سؤال قال له I like pop music. أنا بحب موسيقى البوب. جات لنا قبل كده السؤال ده، وقلنا أول ما نلاقي I like pop يبقى أنا بقول له ما نوع الموسيقى اللي أنت بحبها. ممكن أقول what types of music do you play؟ أو What kinds of music do you play؟ أو What sort of music do you play؟ كل الإكسبريشن التلاتة دول ممكن تكتبهم. أنا هقول What type of music do you مثلا play أو like أي حاجة. طيب I like pop music. سأله سؤال تاني قال له I like it because it is exciting. يبقى أنا ممكن أقول له why وممكن أكتفي بيها بس، وممكن أقول له why do you like it. طيب when do you play it؟ متى أنت بتلعبها؟ ممكن أقول له I play it on مثلا Sunday. I play it on Sunday مثلا. طبعا can you teach me how to play it؟ ممكن تعلمني ازاي انت بتلعبها؟ هيقول له طبعا yes of course او ممكن اقول yes sure او ممكن اقول yes I can. كل دي اكسبريشن، ممكن اكتب واحده بس منهم. طبعا هيقوله طبعا thanks او thank you او thanks a lot. ممكن اقول thanks. طيب نشوف الكومبريشن. read following them answer the questions. The world's widest suspension bridge تحيا مصر bridge. بيقول لك الكوبري المعلق اللي هو الكوبري تحيا مصر. opened in Cairo in May 2019. اتفتح في مايو في 2019. It is 67.36 هو 76.36 متر wide اتساع يعني، and 540 متر long وطوله 540 متر. more than 4000 people helped to build it. اكتر من 4000 شخص ساعد في بناه. they started building it in 2016. هم بدأوا في بناء في 2016. they finally finished it in 32 months later. خلصوا بناء في 32 شهر. the bridge crosses the Nile's Wurrah Island. الكوبري بيعبر جزيرة الوراق. more than 100,000 people live on the island. أكثر من 100,000 شخص بيعيشوا على الجزيرة. Many people enjoy walking across the bridge. العديد من الناس بيستمتع بالعبور الكوبري. It has a glass floor so you can see the river under your feet. طبعا هو يحتوي على او لديه ارضية زجاجية عشان كده انت بتعرف تشوف النهر تحت رجليك. The best time to cross the bridge is at sunset. احسن وقت لعبور الكوبري بيكون في وقت الغروب. طيب what is the main idea of the passage of this passage؟ طبعا السؤال ده لازم اكون عارفه ترجمه. ما هي الفكره الرئيسيه للباسج؟ طبعا ذا تحيا مصر بريدج. هقول ذا تحيا مصر بريدج. طبعا what does the bridge across؟ بيعبر ايه؟ بيعبر جزيرة الوراق. نايلز
طيب what do you think of تحيا مصر bridge؟ ماذا تعتقد في كوبري تحيا مصر؟ طبعا ممكن اقول it's great. طيب the underlined pronoun word pronoun it refer to الكلمة اللي تحتها خط او الضمير اللي تحت خط it refer to كايرو ورا ايلاند تحيا مصر بريدج ولا ذا نايل؟ ممكن اقول تحيا مصر بريدج لان طبعا دي غير عاقل وبيتكلم عن بيقول لك 4000 شخص ساعدوا في بناء. ذا بريدج هاز ا مقط فلور لديه ايه ارضيه ميتال جلاس بيبر وول طبعا جلاس. ذا underlined word started means كلمه تحتها خط started بتعني ايه began stopped ended finished طبعا began بدأ. Many people go to the نقط to see the planets. العديد من الناس بيروحوا بيذهبوا لإيه عشان يشوفوا الكواكب. Museum, planetarium, aquarium, temple. طبعا planetarium. You can sleep in your نقط in the desert. ممكن تنام في إيه بتاعتك في الصحراء. Tent, hotel, flat, house. طبعا tent. These shoes are made of natural. الحذاء ده مصنوع من ايه طبيعي؟ wood, weather, leather, metal. طبعا الحذاء بيكون مصنوع من الليزر من الجلد. Students should wear a nice not at school. الطلبة المفروض يرتدوا ايه في المدرسة؟ uniform ولا uniform ولا form ولا forum. طبعا uniform ازاي المدرسي. طبعا metals not when we throw them into water. الميتال بيعمل ايه؟ المعدن بيعمل ايه لما بيغرق في المية؟ sink, think, float, swim. طبعا sink يعني يغرق, think يعني اعتقد, float يعني يطفو, swim يعني يعوم. طبعا sink بيغرق. طيب the not use fishing lines to catch fish. مين اللي بيستخدم شبكة الصيد علشان يصطاد سمك؟ fishermen ولا doctors ولا scientists ولا engineers. طبعا fishermen الصياد. electric cars use العربيات اللي بالكهرباء بتستخدم ايه؟ petrol ولا oil ولا gas ولا electricity. طبعا electricity لان البترول هو البترول, oil يعني الزيت, gas يعني الغاز. طبعا electricity الكهرباء. we not talk in the library. اولا اول ما يجيب لي talk in the library يبقى mustn't على طول, حتى كمان لما يجيب لي smoke in hospital يبقى mustn't لان دون تحريم على طول. الكلام في المكتبة تحريم. can should mustn't must لا طبعا mustn't. نبيل can't play football not his leg is broken. نبيل ما بيقدرش يلعب كرة قدم. ليه؟ لان رجليه مكسورة. جاب لي هنا كده السبب, يبقى احط ايه؟ احط because. although على الرغم, so because لان, so مع ذلك. طبعا because. chairs are made not wood. طبعا الكراسي مصنوعة من الخشب. مادام انا شايف الخشب بعناية في الكراسي يبقى على طول of. by ما تنفعش, from in ما تنفعش. why do you go to the shops yesterday؟ طيب yesterday كلمة دالة على الماضي, يبقى على طول الفعل المساعد عندي, ومادام عندي في الفعل في المصدر يبقى did. احمد is tall than علي. مادام قال لي than يبقى اقول taller. هحط للصفة اي ار, لان مادام عندي زين عندي ثلاث حلول. صفة قصيرة زي دي يبقى احط لها اي ار. طب لو صفة طويلة more او less. I am going to visiting the citadel tomorrow. طبعا انا هزور القلعة بكرة, يبقى على طول visit لان going to بيجي بعدها المصدر. I can see herself in the mirror. I can see myself. طبعا my last weekend دي طبعا خدناها كتير, وانا ممكن اكتبها اقول مثلا ايه عندنا ستيبس كده, ممكن ستيبس كده ممكن نكتبها في اي paragraph لاي زيارة. انا ممكن اسيب حتة كده وابدأ من اول هنا كده, هقول I went to the, ممكن مثلا اقول I went to the Alex. انا زرت الاسكندرية. طبعا هكرر الجملة تاني. I went
to Alex with my family. هحط نقطة. I went to Alex by car. هحط نقطة. ممكن أقول Alex was very big. Alex was very beautiful. حط نقطة. ممكن أقول there are a lot of things to see and do. There are a lot of things to do and see. وابدأ أشوف بقى أنا شفت إيه في الإسكندرية. هقول I went to the beach. أنا ذهبت للشاطئ. هقول there were many people there. I swam. طبعا كل الأفعال في الماضي لأن أنا عندنا last weekend في الماضي. I swam in the sea. حطيت نقطة. ممكن أقول I played football on the beach. عملت إيه كمان؟ I had my lunch on the beach with my family. I took many photos. ممكن أقول in the evening we went to Alex library. ممكن أقول we read. طبعا هي المفروض نطقها read وحروفها زي حروف read. We read a lot of books there. هقول بقى أحط هنا كده نقطة. طبعا I had a nice weekend. طبعا نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع حل محافظة جديدة في ملحق كتاب جيم. ومع ألف سلامة.